اهلا وسهلا بكم في قناة ترددات، وبس الان نعرض عليكم تردد قناة اوربت موفيز الجديد على النايل سات، وهي قناة متخصصة في عرض الافلام الاجنبية المترجمة باللغة العربية على مدار اليوم، وهي احدث قناة من مجموعة قنوات اوربت تم الاعلان عن انطلاقها وبدأ البث فيها، حيث انها واحدة من مجموعات قنوات كل منها متخصص في عرض محتوى معين. قناة أوربت موفيز هي قناة فضائية يتم بثها على القمر الصناعي نايل سات على مدار 24 ساعة في اليوم بشكل مجاني، وهي متخصصة في عرض الأفلام الأجنبية المترجمة إلى اللغة العربية. وتسعى قناة أوربت موفيز لتقديم أفلام عرض أول لجذب أكبر عدد من المشاهدين، كما أنها تهتم بشكل خاص بعرض أفلام الأكشن نظرا لأنها من أكثر الأفلام المطلوبة ويفضلها الكثيرون. تردد قناة أوربت موفيز 2022، يوجد تردد واحد على القمر الصناعي نايل سات، القمر الصناعي نايل سات التردد 10853 على استقطاب أفق، معدل الترميز 27500 مع عمل التصحيح 7-8 الجودة ST. إذن القمر الصناعي نايل سات التردد 10853 على استقطاب أفق، معدل الترميز 27500 مع عمل التصحيح 7-8 الجودة ST. اسم القناة لقائمة القنوات أوربت موفيز. ملاحظة: توقفت قناة أوربت موفيز عن العمل على القمر الصناعي نايل سات ولم تعلن عن موعد عودتها. إذن تردد قناة أوربت موفيز توقفت عن العمل على قمر صناعي نايل سات ولم تعلن عن موعد عودتها، وهذه آخر التطورات في والمعلومات حول قناة أوربت موفيز وترددها ونبذة عن الأفلام التي يتم عرضها. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.